مشاهدينا متابعين معكم بهالفقرة اللي فيها رح نكتشف أهمية حب الذات، وخصوصا وقت نكون عم نحكي عن التربية، تربية الأولاد اللي هي بتأثر على تنمية شخصيتهم. قد مهم ننتبه إذا عم نعلمهم كيف يعني يحبوا حالهم، وأيضا ينتبهوا من الأنانية، طبعا في فرق بيناتهم. ضيفتنا الموجودة معنا باستديو مدربة الحياة جيهان بويونس رح بتخبرنا أكثر عن هيدا الموضوع. صباح الخير. بونجور كريم، كيفك جيهان؟ اشتقنا لك. والله غايبة. جيهان، فعلا موضوع كثير مهم تم اختياره اللي هو حب الذات. بداية بدنا نعرف طبعا حب الذات شو معناتها، والأنانية، وقد الأهل لازم يحبوا ذاتهم ويعلموا أولادهم يحبوا ذاتهم. أكيد. هلا الفكرة إنه حب الذات ما بيشبه أبدا الأنانية، يعني كأنا عم بقول نهار وليل، صيف شتاء، ما بيشبهوا بعضهم أبدا. حب الذات هو لما أنا بعطي حالي الصلاحية، بعطي حالي الحق إني اكتشف حالي. أنت إذا بتحبي شخص، أول شيء شو بتحبي تعرفي عنه؟ شو الأشياء اللي بحبها؟ طبعا. شو الأشياء اللي ما بحبها؟ وين بيرتاح؟ وين ما بيرتاح؟ شو الأشياء اللي بحب ياكلها؟ وين بحب يروح؟ شو الأشياء اللي هو بينبسط فيها؟ أو إيفن الأشياء اللي ما بينبسط فيها؟ فهيدا إذا أنت عم تكتشفي شخص، كيف حال لما أنت تبلش تكتشفي حالك؟ سو حبي حالك يعني أنت تبلش تكتشفي أنت مين؟ ربك شو خلق؟ ربك شو عطاك رسالة تعطيها بهيدي الحياة؟ أما الأنانية هي completely different، العكس، هي لما أنت كل حياتك عايشة عم بتنبشي على كل شيء من برا، ما عم بتشوفي أنت حالك، ما عندك connection بينك وبين حالك، كل شيء طالبتيه external من برا، تتعبي حالك بدك شيء من برا تعبي حالك فيه، تتكوني مبسوطة أنت معتمدة على حدا أو معتمدة على شيء أنت تكوني مبسوطة. سو الحب الذات اسمه مع حب، إنه أنا أحب حالي، connection بيني وبين حالي. الأنانية هي كل شيء خاصه براتي أنا، عم بحط حواجز بيني وبين حالي، عم بتطلع على برا. جيهان، قد ايه بتسمع من قبل أشخاص يمكن تقدموا بالعمر بيقولوا لك نحن لحد هالعمر بعد ما بنعرف حالنا شو بنحب؟ فعلا، يعني بمعنى بيقولوا لك كأنه هن مش عارفين المصطلح، ما عندهم حب لذاتهم بعد سنوات عديدة من العمل، من بناء عائلة، من تربية جيل ساعد. فعلا. هون وقت الإنسان يحب حاله، أول شيء كيف بيعرف حاله أنه أنا سليم، أنا على الخطة المضبوطة؟ أول شيء بيكون عم بيكتشف حاله. تنرجع على فكرة اكتشاف الذات، الكونكشن بينك وبين حالك. شخص اللي بحب حاله شخص متصالح مع حاله، متصالح مع ماضيه، متصالح مع أغلاطه، بحب أغلاطه. شخص عارف حاله أنه أنا بالحياة بدي أتعلم، أنا تأتعلم بدي غلط. سو شخص بيعرف أنه أنا بحياتي بدي أقطع بأبس أند داونز. سو متصالح، بيتقبل الموضوع. أكيد متصالح، فايت بالأكسبتنس، أنه أنا ما بجلد حالي، أنا مش إذا غلطت لتسي بشي معين أنه أنا بدي أجلد حالي وأنه أنا حدا مني منيح. لا، أنا بدي أعرف أنه أنا إنسان بدي غلط، بحق اللي غلط، بعطي حالي الصلاحية غلط حتى أنا أتطور أكثر بحياتي. وبس تكتشفي أنت مين. ليك كريم، نحنا نخلق من ربنا، نحنا ربنا خلقنا، ونحنا تكت اللي بنخلق فيها إذا تجي بتفكر بنخلق بلحظة حب. هي نحن تكت لي نتكون بلحظة حب. وربك ما فيك ما تحبي شو خلق، ما بتقدرين، ما عندك هيدي انت صلاحية ما تحبي ربك شو خلق. وربك خلقك، كونك مثل ما انت، كونك هيك لأنه انت عندك رول معين، عندك دور معين بالحياة، خلقك بمميزات وبصفات لإلك بتشبهك إليك، لأن انت دورك هيك بالحياة تكوني بهود الصفات. سو بس تبلش تكتشفي انت مين، انت شو قدرة تعطي، شو دورك، كيف فيك تساعد المجتمع، كيف فيك تساعد الناس اللي حواليك، هون بتبلشي انت تكتشفي حالك اكتر واكتر. هون انت بتحبي حالك، بتعبي حالك، بتشرجي حالك من حالك، لان انت الحب فيك، كل شيء انت عم تطلبيه موجود فيك، ما بدك شيء من برا، انت مليانة، بتشرجي حالك بحالك. جيهان، طب اذا الشخص ما بيحب حاله، طب شو التصرفات مع حاله بيعملها من دون ما ينتبه؟ هذا الموضوع اللي أهم نقطة، لأن هلأ كل اللي عم بيسمعونا رح يقولوا إيه أنا هون بتصرف هيك، هلأ رح نحكي فيهم وفسر لهم أكثر شو إذا بدك السيمتومات، يلي شو العوارض، إيه تيعرفوا هن أنا إذا شخص عم بحب حالي ولا لا. الشخص اللي ما بيحب حاله هو شخص أول شيء عنده anxiety عالي، يعني هو إنسان مش مرتاح، توتر كأنه بتلاقيه بيعصب، بتلاقيه حيلا شغلة بتهزه، بتلاقيه مش مرتاح مع حاله، بتلاقيه منه ستابل،
بتلاقيه على طول بيقول ايه للعالم، ما بيعرف يقول لا. لان انت لما بتقولي لا انت هون متصالحه مع حالك، لان انت هون عم تعطي حالك الحق والصلاحيه تقولي لا لشيء انت ما بدك اياه. بس لما انت ما بتقدر تقولي لا، يعني انت ماشي بس تقولي ايه لغيرك حتى غيرك يحبك، يعني انت ناطره غيرك يحبك، مش حب حالي انا، مش حب حالي. فانا في كثير عالم هلا اللي عم يسمعوني رح يقولوا ايه انا ايه ما بعرف احط باوندريز، ما بعرف احط حدود لغيري. بيجي بلاقي وقتي عم بيروح، انا عم بعطي وقتي لغيري، ما عم بحط حالي اولويه، ما عم بحط حالي برايورتي، ما عم بحط مستقبلي اولويه او شغلي او صحتي، على طول عم بقول ايه لغيري ولا لإلي. هو بالعكس انا بدي اعرف اي ساعه بدي اقول ايه اي ساعه بدي اقول لا. فكل شخص بيلاقي حاله على طول عايش تيبسط غيره تيرضي غيره، هاي بدي اقول له انه هيدي ساين، هيدا دليل انه هون في شيء لازم نشتغل عليه. كل شخص بيضحي بحاله مش لحاله، ليكي ملا بي ولا انا بضحي اكيد بس بحرف بي ولا، انا لازم ضحي لحالي مش بحالي. في كتير عالم بيضحوا بحالهم بوقتهم بنفسيتهم بأعصابهم بمستقبلهم بشغلهم بكتير اشياء، بيمكن وقت رواق هني بدهم اياه لهم، ما بيعملوا بيضحوا بحالهم بس حتى يكونوا راضين غيرهم، حتى يتشرجوا من غيرهم حب، حتى غيرهم يحبهم. عرفتي؟ حتى ايفن ما بيعرفوا ياخذوا قرارات مزبوطة، ما بيعرفوا انا شو لازم اخذ قرار لإلي، شو القرار الصح، بسمع لغيري شو بده. بيكونوا مش مكتشفين حالهم بعد اكيد جهام. اكيد، لانه بيكون عايش بس تيسمع صوت غيره، ما عم بيسمع صوته الجواني. انت كل شيء اجوبه بدك اياها بحياتك، كل شيء حب بدك اياه بحياتك موجود فيك، مرجع نحن حالنا موجود فيك جوا، انت الله اعطاك اياهم كلهم، بس بدك تعرف تستعمليهم. بس يلي ما بيحب حاله مثل ما عم بقول لك عايش بس لحتى يشوف غيره كيف بده يرضي كل شيء اكسترنال. وفي بارت من العالم يلي تكون منا كتير عندها سيلف لوف عالي، بتلاقيهم بدهم سيغنيفيكانس، يعني بدهم بس يبينوا يكونوا هن سنتر ذا اتنشن، يعني يكونوا هن محور الاهتمام. مشان هيك بتشوفي عالم بياخذوا 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 او بيحكوا عن حالهم انا انا انا، لانه هيدا انسان من جوا بحاجه انه الناس تشوفه، لانه هو مش شايف حاله، هو ما بيقعد مع حاله، ما بيشوف حاله بالوقت يلي هو. انت اذا بتشوفي بتطلعي 24/24 قاعده مع حالك، 24/24 مع افكارك. مشان هيك هالقد مهم تشوفي انت جوا نيتك شو بدها، شو المطلوب، يعني انت بحياتك تكون انت اي هدف عم تمشي فيه. بنعرف احنا انه الاهل هن مرآة لاولادهم، اكيد اكيد. نحن اذا الله راد بحلقتنا المقبله ان شاء الله الاسبوع المقبل بنكون هيك عم نكتشف منك كيف نبلش نحب حالنا. هل صعب؟ اعطينا فكره. كثير هين كثير هين، بس بده اكيد شويه وقت، هو بروسس نمشي فيه بياخد وقته اكيد، لانه بتعرفي انت كل شيء بدك تعمليه مزبوط بدك تعطيه وقته، بدك تعطيه قد ايه لازم ياخد، بياخد وقت شهرين شهر ونص. هو بروسس بروجرام نمشي فيه، سوبر هين سوبر ايزي سوبر حلو، لان تجي بتطلعي بتكتشفي بحالك، بتشوفي حالك، بتعطي وقت لحالك انك تكتشفي انت مين بهالدنيا، وبتصيري تعرفي قد ايه دورك مهم، قد ايه انت هون مش بالصدفه خلقتي، انت خلقتي لان في شيء لازم تعمليه بحياتك، وبتعرفي دورك وبتعرفي اهميتك الفاليو تبعك اهميتك بالحياه. جيهان اكيد حب الذات له علاقه بالثقه بالنفس، اكيد. يعني الشخص اذا بنلاقي ما عنده كثير ثقه بنفسه بشيء بيعملها بحياته، هون في مشكله حب الذات. اكيد هي بارت، لانه هو قلت لك الحب الذات هو بروسس، هو منا شغله وحده. انا لانه في ناس مثلا بتلخبط ب سيلف كير، ان انا اهتم بحالي، هو سيلف كير. بنحب نوضح لو سريعا هالمصطلحين السيلف كير والسيلف لاف. سيلف لاف هو اذا بدك التيتر العريض تحته شو فيه، سيلف كير هو بارت من السيلف لاف، لان انت بحق لك حقك، حقك بالحياه جزء، يعني حقك انه انت تظبطي حالك، تظبطي شعرك، تظبطي ثيابك، تهتمي بحالك بوجهك، هودي سيلف كير. سيلف لاف هو اعمق، هو لما انت عم بتفوتي فعليا للترو سيلف تبعك، لحقيقتك الجوانيه، تفوتي باعماقك، تسمعي صوتك الجواني شو عم بيقول لك، لان كل شيء انت بدك اياه موجود فيك، من اجوبه من شو ما بدك انت كله موجود جوا عندك، بس بدك تقعدي مع حالك وتمشي بالبروسس مزبوط تكتشفي حالك انت مين بالحياه. جيهان ليه بنربط اوقات الانانيه او بالاحرى السيلف كير
بالأنانية، مع أنه هلأ ومن خلال حديثك الواضح ما خصهم بعضهم أبدا، هو لازم الواحد يهتم بحاله. حقك أنت خلقتي وعندك الحق والصلاحية تحبي حالك وتهتمي بحالك وتغنجي حالك وتدلعي حالك وتشتغلي كرمال حالك وتضحي لحالك، بس نحن بمجتمع علمونا انه انا اذا بدي احب حالي يعني انا انسان اناني. هون شو عم بربط انا، شو عم بعمل لينك؟ انه انا حس بالشعور الذنب بالقلت انه انا اذا حبيت حالي انا انسان اناني ما فكرت بغيري، وهو العكس تماما. الانسان اللي بيحب حاله بفكر بغيره. انا بس حب حالي مزبوط ما بعود اجلد حالي، بصير اهتم بحالي، بصير بدي اهتم فيكي، ما بعود في انا اذيكي بكلمه، ما بعود في انا اقهرك او خليكي تزعلي، لان صرت اعرف قيمه الزعل. بس الانسان اللي بتلاقيه بيزعل بسهوله او بكب او ما بيسامح غيره، هيدا انسان لازم يشتغل على حاله. جيهان نحن هيك متحمسين للاسبوع المقبل اذا قررت لنتابع هالموضوع ونتعلم كيف نبلش نحب حالنا. بدي اتشكرك لحضورك معنا اليوم مدربة الحياة جيهان بيونس، اهلا وسهلا فيك.